نروح للصحافه برضو. من الحاجات اللي كانت منوره امبارح معرض ايدكس للصناعات العسكريه 2021، افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض مصر الدولي للصناعات العسكريه والدفاعيه ايدكس 2021 والذي يقام تحت رعايه سيادته. ده الخبر بنقرأه من موقع الخاص برئاسة الجمهورية. أيضا من نفس الموقع، الرئيس السيسي يتابع مشروعات حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط، حيث اجتمع أمس مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الوطنية للمقاولات والإنشاءات. الاجتماع شهد متابعة لمشروعات حماية الشواطئ الساحلية المصرية على البحر المتوسط. طبعا تم استعراض الجهود والإجراءات اللي تتخذها الدولة لحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبو قير في الساحل الشمالي الغربي بما يعود بالتنمية الدولة على الدولة المصرية واقتصادها القومي، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030. وأنا عايز أقول لكم أنه يعني استراتيجية الدولة 2030 دي فعلا عبارة عن عاملين زي الفنار اللي بينور للمراكب الطريق وبينور للناس في ضباب وظلام البحر والليل. الفنار ده استراتيجية، أي دولة ليها استراتيجية تعرف ان ليها رؤية بتحكمها، بتحكم كل المشروعات، وكل وزارة ليها استراتيجية داخل هذه الاستراتيجية بسموها استراتيجية تخصصية. طيب نروح وما زلنا في موقع رئاسة الجمهورية نقرأ هذا الخبر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي عبر الفيديو كونفرنس أو الدائرة المغلقة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرنس في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الصيني شي جي بينغ وعدد من السادة الرؤساء الأفارقة. شهد المنتدى مناقشة سبل ترسيخ الشراكة البناءة بين القارة الأفريقية والصين بما فيها التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الجانبان في سبيل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، حيث أشار السيد الرئيس إلى أهمية منتدى الصين الأفريقي في تعزيز التكاتف والتضامن المشترك المبني على تحقيق المصالح والمكاسب المتبادلة بين الجانبين، وذلك لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا سيادته في هذا الإطار أن التعافي الاقتصادي من الجائحة يتطلب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة بما في ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية. مصر دايما أفريقيا حاضرة بقوة في كل فعالياتها، واحنا شفنا الكلمات وشفنا الفعاليات الخاصة بقمة الكوميسا، لكن اللي بنأكد عليه دايما انه مصر هي بوابة افريقيا لأي حد او لأي دولة من الدول الكبرى والصين طبعا. بس الصين تحديدا عندها شركات اقتصادية كبيرة جدا واستثمارات داخل القارة الافريقية في عدة دول أفريقية، ده علشان طريق الحرير اللي هم بي 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 يعني بيحاولوا يحيوه بشكل كبير، لكن في النهاية سواء كان روسيا أو الصين صحيح. مصر هي بوابة أفريقيا ليهم، وكمان وجودنا على رأس التجمع الاقتصادي كوميسا وعدة تكتلات اقتصادية ده بيساهم في إعطاء حوافز للصادرات المختلفة من شتى أنحاء العالم، فأعتقد أن ده في استفادة كبرى. طب أنت خدت بالك من موضوع بقى العدالة، عدالة الاستفادة أو الاستفادة كل الأطراف. يعني الدول الأفريقية بعد ما كانت مستغلة استغلال كبير في العقود الماضية، النهاردة أي حدث مصر بتنظمه أو بتتكلم باسم القارة الأفريقية بتراعي مصالح القارة الأفريقية في مقابل أيضا الدول الكبيرة اللي عايزة تعمل شراكات. التوازن في المصلحة. نرجع بقى لموضوعاتنا ونرجع تاني من بوابة الأهرام، وبنتكلم عن التعليم بقى، وده طبعا جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية المستدامة بتاعتنا، لأن ارتقاء بالتعليم ده يعني معناه هنصب على ارتقاء بكل المجالات اللي موجودة عندنا في مصر وعلو شأن مصر في الفترة القادمة. خشت جامعة القاهرة استطاعت أن تحقق تقدما كبيرا رصدته المؤشرات طبعا الاقتصادية، كما أكد أيضا رئيس الجامعة
أو جامعة القاهرة أن الجامعة استطاعت أن تحقق تقدما كبيرا في مختلف المجالات رفضته المؤشرات الدولية والتصنيفات العالمية، واعتبار الجامعة من أفضل 1% من مجال أو في مجال التوظيف على مستوى العالم. أشار رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت إلى أن جامعة القاهرة تسير نحو تحقيق مزيد من التقدم في الخريطة الدولية للجامعات والإسهام في المشاركة مع المجتمع الخارجي، لا سيما في مجالات سوق العمل سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإدارة العامة والإحصاء، وهي محاور مرتبطة بسوق العمل، وأيضا دور الجامعة في الإسهام في مجتمعها المحيطي وعلى مستوى المحافظات. تحية لجامعة القاهرة ولرئيسها ولكل العاملين فيها. طبعا يعني جامعة القاهرة جامعة فؤاد الأول، جامعة لها تاريخ. تعالوا نفتكر كده شوية بدايات جامعة القاهرة وإزاي أنشئت وإزاي تم اكتتاب المصريين، وكان أول اكتتاب أعتقد على مدار التاريخ الأمة المصرية كل المصريين بيشاركوا فيه، اللي كان بيشارع بخمسة تعريفة أو كم مليم أو في ذلك الوقت طبعا، وطبعا القصر كان مهدم لإحدى الأميرات، لكن لجامعة القاهرة كل ما بنعدي من قدامها بنفتكر رموز أو بتتجسد جوانا رموز كثيرة، رمز العلم ورمز الإرادة الوطنية ورمز الاصطفاف الوطني، المجتمع كله ورا قيادته ورا مشروع قومي بيتحلق. كون انه الخبر ده بقى يقول انه جامعة القاهرة بتحقق في التصنيفات العالمية تقدم، ده حاجة مفرحة، بس في ناحية واحدة من النواحي المهمة جدا وهي فكرة التوظيف، لان زمان ما كانش يعني سوق العمل ما كانش مرتبط بالجامعة، والتغير ده حصل في الفترة الحالية، فكرة انك بتربط الخريج الجامعة أثناء وجودهم في الأربع سنوات في الكليات والجامعات بسوق العمل، ده شيء مهم جدا على طار احنا زمان عشنا على أيام أبائنا وأجدادنا بيقولوا هم كانوا بيشتغلوا يعني بيشتغلوا حاجة مختلفة تماما عن يعني فكرة دراستهم في هو طبعا ربط سوق العمل بالدراسة ده حاجة مهمة جدا. طيب خلونا نروح خبر مفرح برضو من بوابة الأهرام، وزير السياحة والأثار يناقش التوجه المستقبلي مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. نص الخبر بيقول عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار اجتماعا أمس مع ألان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمناقشة النتائج المستخلصة من استراتيجية التعاون مع مصر، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي المستقبلي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتعزيز التعاون مع مصر ودعم جهودها الإصلاحية. وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها وضع آلية التعاون في مجال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية، وتعزيز الخدمات الميسرة وإتاحتها لذوي الهمم في المواقع السياحية والأثرية. طبعا شيء مميز جدا فكرة اللي احنا نعيد مرة أخرى يعني نقدر ترميم المكنة السياحية، في نفس الوقت نستخدم التكنولوجيا، ده شيء مهم جدا لان في العالم وبنشوف دول كتير احنا زرناها ما عندهاش اثار زي ما عندنا، زي احنا عارفين عندنا ثمن اثار العالم تلتين أثار العالم. فاعتقد ان احنا لما بالفعل نستخدم التكنولوجيا مع بقى المتاحف على ارض الواقع في الشارع، يعني طريق الكباش، معبد فيلة وخلافه، ده متحف لوحده، فيعني نتمنى باذن الله ده يعظم من ايرادات السياحه في الفتره القادمه. السعوديه بقى بتعلن اشتراطات قدوم المصريين الراغبين في اداء العمره، وده من بوابه اليوم السابع، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن الاشتراطات الخاصة بقدوم معتمري الخارج لأداء العمرة من الدول المسموح بها القدوم منها ومن بينها مصر، وفق بيان صحفي للسفارة السعودية. وقالت وزارة الحج والعمرة أنه فيما يخص معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة المحصنين بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 المعتمد من المملكة العربية السعودية فايزر وأسترازينيكا جونسون موديرنا، فسوف يسمح لهم بالبدء في مباشرة بأداء العمرة. وفيما يخص معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، فيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي
يقوم بتقديم شهادة فحص مخبري PCR، فإذا جاءت سلبية يمكنهم بعدها التوجه مباشرة لأداء مناسك العمرة. وده خبر مفرح، ربنا يكتبها لكل من يريدها إن شاء الله.